بسم الله الرحمن الرحيم. تتجدد الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة المباركة، ثورة 14 من فبراير، رغم المؤامرات الكبيرة التي يحيكها الأعداء، أعداء الشعب البحريني من قوى الاستكبار ومن الخليفيين وآل سعود. كل هذه المؤامرات من أجل إدخال اليأس والإحباط في قلوب أبناء الشعب البحريني لكي لا يواصل مسيرته. نحن قدمنا تضحيات كبيرة من الشهداء والمعتقلين والمطاردين والمهجرين والجرحى وسلسلة التضحيات الكبيرة الواسعة. اليوم نحن في هذه الذكرى نريد أن نثبت للعالم أننا شعب حي، ونفشل كل المؤامرات التي كانت ضد ثورة البحرين، لنكون حاضرين وفاعلين في كل فعاليات ذكرى الثورة، الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة 14 من فبراير.